كما التقى أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض. كمان وعلى هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار امبارح، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نورة سليمان الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت، ده لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض. واستعرض مدبولي خلال حديثه أبرز التطورات الإيجابية اللي بيشهدها الاقتصاد المصري برغم التحديات اللي بتفرضها التوترات الإقليمية الراهنة. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نورة سليمان الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اللي بتستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر ل 31 من شهر أكتوبر الجاري. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر مشيداً بالدعم الكويتي الدائم لجهود الإصلاح الاقتصادي اللي بتبذلها الحكومة المصرية. امبارح استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الوزيرة مارينا هاديجي مونوليس وزيرة الدولة للشحن بقبرص بيرافقها السفيرة بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة على هامش زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية وفي إطار التعاون المثمر بين البلدين. شهد اللقاء التشاور حول تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على سلاسل الإمداد العالمية ومناقشة آليات التعاون في مجالات التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة. وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس استحدثت خدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن متاحة من قبل ضمن جهودها الرامية لتطوير حزمة الخدمات المقدمة للسفن العابرة والتحول لمركز إقليمي لتقديم خدمات بحرية ولوجستية بمستوى عالمي.